بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانا ونكسن إذا لهانت بضاع وضيال كسر دوا هذا برنامج كان يدرب كهذا الأقذب كنا ينكو يجي دونه وركي وجود بيع رماع دورشوي إنك ذلك الصومالية وها هذا أما جرد ويتصور رمادي وريجي لبعد يضو مشرحين تلك سكو هردمي أي ولي كل علم يان وحنا يجي دونه برصدا أي وحود عيني حال كهات هلك ومريو عدة صور هذي النتيجوي إنك هرنا أي ندور استاجي دونه وحدين عيقة فدي نور وأين وحكة ويدين دون نور صدو ألوه ولي ولا هردم إياه وريج لبعض بحجور ويتصور لماضي بنت إن النتيجة أوجلين أرضعة سذا حالك يا هاي الله يهات بسم الله الرحمن الرحيم حالك ودقيني هاي ودور شغل السوق روح بدن رنتي وهذا قروح بدن بوسعتها حفالتن دنا عضات كعبة كيرة لكن حفالتن كلام موضعي متشرو رجع مشرحين تام مدحوين ياشي في عام بمارة السوق رفع ديان النتيجة ده يوسف جيان ودور شغل حالك وغلا السودان والشمس دي هذا وحي كذا بيا أيه بالله أنا يسوي ريك صدحات بلوجد بيا دورشدو كمان مار ميسين وريك صدحات لا هذا وريك كوباد وكين وغين ورد بضم بقصو هاري أفرنين بقصو جدبتي وريك كوباد وريك اللي بسلسو هذه أفرتين إن الله بكم إذا هذا وحي يوم مغضان وريك اللي بعد أي كهري دونان وريك صدحاتنا اللي مشرح يا مركزي أوجد بدونا، لبضع مشرح أيانا للرجينة يا إن متكمدي، والنقاط مدحونا جمهورية الصومالية شن تسافر تصنع هذا الصوت. وين؟ والشمس يجي مالديك على وصوتة. ها هو حصاد هنا يو أفر مشرح مركب وترتم وترتمي أفر قف مركب وترتمي سعادك وغيب سمي أنا أبي وغيب سمي رجع هذا أفر تا مشرح وسولو دوي عضات كادو إنك هل مشرح وحقا كيره الرئي هذا نصدح مشرح كله عضات كادو وتروي أن أدوس يكلفوين ومارتي واحد طبعا كير وقده حي يوم مارتي أنت بدن. وين؟ بالمرة إنه بدأ أول قفير إنه شخص شريف عمر هرك هاري. ولي وفر يا ماشي معد بقولك كوف صنيع والله شريف كوفر يا وحسوا يا مارك تي النتيجة كم تنبيستا مشرحين تقار والله يا با إن إسكب حين لكن شريف كوتش وجا كرسي جسي ولي كرسي كسنية وحاولنا سيد ولا صعدا النتيجة وحاي نقوم كرتو سببتو أسامين بلي هاي صدقون يسقال عضبو هاي وهاي وريجي وكهري سيدا درادة صدقني سجال كا يعد كل قلوب وقرسين كربا وأنا الميسان له مركزي ووالله يا با إن شو قد يسوا أي معنا كلا قصة ما يصير دور شغل. وين بلا ينفيرنا ولي هرت تيرنتي بالوجود ترى النتيجة ظهر دعاء يصير الله كلا هرية يغاب في واحد عين. قولوا نتيجة ظهر دعاء وحن كعو دارنا نتيجة كعو دارنا إن النتيجة هذا أنا نقص شيء إنه ماها مد رسمي قد يدور شوي يمكن كده واقعين وامد أننا عن ما ركتي قصة ما يصير لنا كونتر كمركزي أونلاين كأنه قصة ما يصير لنا عدد كي ما ركتي للتري للديبنا يينا للشيء يينا عن مركزي كده حقا بنا مركز حبت حبت وانا جاهز بحي كرتا قار واسح كرا مركه هدي واحنا جاهز بحين داوضي عشان نصحي هدي للسعودين هدي كلنا وحادوان أن كل شيء قدونا نتيجة رسمية يقدر يدور شو يمكن شيئين هذا بقى ترنتي بهذا سعتا وجد ويترنا يان عضك لكن سدى النجا أنه عضك قبلناي لحدا يأفر عض وحه لي مشرح مدحوينا حسن على خير سديتن إلا سديتن يلا بعض وحه لي محمد عبد الله فرماج أنا سديتنا ناقرن لكن لبعض إن النجا خسرت واسورة قل عضو سديتن إلا لبي سديتن وحه لي كارنيك اللي هذا محمد عبد الله فرماجو لحدا يسديت عض إلا لحدني سجال عض وحه لينك اللي يادو سعيد عبد الله الدني بقول يكوبي طبعا عضنا وحه لي حسن شق محمود ترينكي ودقاقي مركز ترينكي مودة ضبطهم يا رجال ترينكي ضبطهم يا رجال ومركي ورا كنت مية تجنا أما كنت نيدور تجنا هذا بقول يكوبي طبعا عض أيوه وريج اللي بعد كده طوري بيا بدنا وعبي نيك حسن شق محمود ها مركز فما شيء لهين وقت مرة خدت جدي بيا بدنا عبي هذا حس شو محمد بيه وهذا مين لايا؟ وين؟ مركي إنه فير إنه بالعضات كان وأرجنا بقول يدوري طبعا كه وقربوذين ككي هي حسن شو محمود؟ هذين وصار أربع فير إنه يوريك وقدم بيه فين هالكه؟ فرصة يسوس عاره؟
waxay isu soo haray maxamed abdullahi farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud ee wareegan waxa ku haray xasan cali khayre iyo saciid abdullahi dani sida sharciigu yahay labada musharax ee ugu codka yar ayaa ku hareeraysa labada musharax ee ugu codka badan way ku gudbayaan marka wareega saddexaad bay u gudbayaan xasan sheekh maxamuud iyo maxamed abdullahi farmaajo oo ahaa labadii musharax ee doorashadii 2017kiina wareega saddexaad isugu gudbay ee iyagu ahaa yaa wareegana maanta ee doorashadana isugu tagay way bal codadkan labada nin ee haraya sida loo saaray saadaashu boqolkiiba toddobaatan waa la saadaalin karaa waxa la saadaalinayaa in laba musharax ay dhinac jirto laba musharax oo kalena ay dhinac jirto xasan cali khayre iyo farmaajo waa la isku yara tirinayaa inkastoo labadii sano ugu dambeysay xasan cali khayre uu mucaarad ahaa haddana marka la fiiriyo afkaarahoodii siyaasadeed iyo saddexdii sano ee barkay soo wada shaqeeyeen iyo dadkan farmaajo inta badan taageersanay nabad iyo nolol la baxay oo iyagu balan B markaas ka dhiganayay حسن علي خيره مركا وحياه بدن نوع عاصل لقيميه جيست كلا لقيميه فهد ياسين اللي وحمر ينو يعني خيره للسعده وحياهها مركا لقيميه وحال لقياسي كرا إن فرماتشو أي آدي دونان عودك حسن علي خيره إن فرماتشو آدي كران والليحدن يو أفرطا عوده وهلين آدي كران حدينا على فرماتشو جست كرنا وحى يدنا على سادارنا يا سعيد عبد الله الدني مدحونها بنتلان إن يدنا لحدنا يسديد عضه وهلاي إن هذه كران دنا حسن شق محمود مركز حسن يدني إن سجوري كران نكل إلى فرماتشي خير إن سجوري كران سد أنا وقدم بين لوضع مشرح يا فرماتشي يا حسن شيخ ترتن كأو أذاقي ودحمر الدونه ومعقول حلو أنا هاد أعدي نكل إلى هذا الدني إن آذان دنا على فرماتشي ووح صورة جلا وعدي هذا حسن علي خيرنا هنا حق الحق الشيخ محمد سومران إذا هو واحد عكرة مركا مركا اللي في ريا هبك هذا فاينال كلو تاجي يعني وواحد عكرة إن ماركتي دني حلو بأن دي سو أصلا بقول كي وبقول حسن شيخ هذيني قيبا كم إذا فرماجة هذا حسن علي خير رح اللي بأن دي سو هنا أصلا بقول كي وبقول إن فرماجة هذين قيبا كم إذا حسن شيخ هذا إذا هو صورة قال مركا ولي واقع عن أور كتشرتة لكن سيدا هذا حالك وياي نك عضتك هو بدن هيستاي وحسن الشيخ محمد وين هذا فين markaba la aadi doonaa iyo wareegga ugu dambeeyay ee saddexaad ee marka aad fiiriso halka hadda la taagan yahay qaybtii labaad ee cod in codkii la dhiibto baa xigi doonta soo qaybtan hadda waa la tirinayaa tirada baa lagu dhex jiraa inta hadda barnaamijka editing waxaan ku wadnaa laga yaabaa in maaragtay tirada ama natiijada saxda ay gudigu ku dhawaaqaan markay gudigu ku dhawaaqaan waxa macquula xasan cali khayre iyo saciid dani inay khudbado kooban jeediyaan oo ay xildhibaanada tilmaansiyaan sida gudoonka baarlamaanka soo dhacday waa iska macquul inkastoo waqtigu iska xilli dambe yahay in laga socdo oo wareega saddexaad loo dareerana iyadana waa macquul laakiin kol walbaba ama ha khudbadeen ama yeen khudbadeenin xasan sheekh maxamuud iyo maxamed abdullahi farmaajo waxay isla aadayaan wareega ugu dambeeya doorashada waayahay bal waynu fiirin doonaa sida ay noqoto oo natiijadeenu ka warsugi doonaa waxaan jecelahay daa wadayaal inaan intaasi kusoo gabagabeyno qodobkan intaynu ku kulmi doono wararkeena dambena waxaan idinkaga sii tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh